السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان والدي كبيرا هرما لا يستطيع الذهاب إلى مكة، فهل يجوز لي أن أحج وأعتمر عنه نافلة حيث إنه قد أدى فرضه سابقا؟ لم يرد في الأدلة حسب علمي النيابة في حج النافلة عن الحي، أما النافلة عن الميت لا بأس، حج عنه فريضة وحج عنه نافلة الميت. أما الحي فيحج عنه الفريضة إذا عجز عن أدائها لكبر وهرم أو مرض مزمن، وأما النافلة هذا ما ورد فيه شيء. نعم.